صور أبرز هذه الفعاليات والأحداث التي حصلت في عام 2013. رسالة ملعين أيضا أنه في دائما كانت توظف المناسبات والأحداث حيث تقول في هذه الفترة بأن القدس هي العاصمة الأبدية، ولن نقبل من خلال وعد ترامب المشؤوم بنقل السفارة إلى القدس أو الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان ما يسمى بالكيان الإسرائيلي، فلنؤكد بأنها هي عاصمتنا القدس، عاصمة فلسطين، وأن فعالياتنا مستمرة وأن نضالنا مستمر وأننا بيئة المقاومة الشعبية سنصل إلى غاياتنا وأهدافنا. ما نسعى إليه هو أيضا أن تتوسع هذه المقاومة وهذه المواقع لتكون في كافة أنحاء الوطن حتى نكبد الاحتلال الخسائر، ومن خلال ذلك نجني أهداف أو نحقق أهدافنا ونجني ثمارا من وراء ذلك، من وراء النضال والمقاومة الشعبية.